إذن اليوم غادي يبدا إن شاء الله المؤتمر الوطني ديال حزب الأصالة والمعاصرة. اليوم كيكمل بالضبط 4 سنين. إذن حزبنا كعادته كيعطي إشارة للأحزاب الآخرين بانضباطه لقانون الأحزاب وبإنجاز مؤتمر الضيوف في الوقت اللازم. إذن ما عمرنا شي وقيته ما درنا فيها المؤتمر ديالنا فوقيته. هذا المؤتمر إن شاء الله الوطني اللي غادي يديروه اليوم 8/9 غادي يفرض ان شاء الله قياده جديده اللي غادي تولى امور حزبنا لمده هذا العام اللي باقي الانتخابات استحقاقات جايه. وكنا يقين على ان هذا المؤتمر غادي يعطينا ان شاء الله شي قياده في مستوى المرحله الجايه وهي مرحله استحقاقات، ونحاولوا ما امكن نوجهوا حزبنا ان شاء الله للاستحقاق الجاي اللي غادي نتمنوا تعالى نكون فيها المرتبه الاولى ان شاء الله. وكذلك هذه امطار الخير راه كتبين على انه مؤتمر الأصالة والمعاصرة جا وجمع الخير. إذن غادي يجيب هذا الخير كيقولوا المغاربة خيرين في خير. خير المؤتمر إن شاء الله غادي ينجح، والشتاء إن شاء الله في المغرب. إذن المسألة مزيانة، المسألة أساسية. هادشي غادي نقولوا. المؤتمر كما قلنا غادي يدوز في واحد الظروف جيدة وغادي يكون ناجح، لأنه اليوم جميع المناضلات والمناضلين التأموا واتفقوا وقروا باش يكون ماشي مؤتمر، يكون عرس نضالي واللي غادي تكون فيه مخرجات وغادي يكون فيه تصورات وغادي يكون فيه خارطه الطريق لهاد 4 سنين اللي حنا مقبلين عليها، باش ما نبقاوش دائما تنتكلموا غير على انتخابات. اليوم غنتكلموا على بلادنا اشنو بغات، اشنو خصنا نديروا حنا كحزب، شنو هي المساهمه ديالنا، الدور ديالنا كحزب اللي خصنا نلعبوه داخل 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 يعني المشهد السياسي. اذا غيكون نقاش وغتكون قضايا على درجه كبيره من الاهميه غتطرح على طاوله النقاش في هذا المؤتمر.